آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحببت اليوم مشاهدين الكرام أن أبتدي حلقتي بهذه الآية الكريمة لعلني أستطيع أن أذيب جمر قلوب العديد من المتزوجين اللي خيبت آمالهم الحياة وأدخلتهم في صراعات داخل القفص الذهبي اللي ظنوا يوما ما بأنه الحياة ستكون وردية مع الشريك وأحلام ستتحقق. جميل جدا الاتكاء على سند يحمينا من الحياة، والجميل أكثر أن نجد من يقاسمنا الفرح والحزن وأن نكون مرآة للآخر. فكيف الحال إن كان شريك العمر اللي اختاره القلب قبل العقل هو من سيلعب هذه الأدوار بحياتنا؟ مين منا ما بيحب يعيش أسطورة روميو وجولييت وقيس وليلى وعنتر وعبلة؟ كل روايات خلدتها الأزمنة، ولكن لليوم ما زالت عايشة داخل كل صبية رواية بتحب تغامر فيها وتكون هي بطلتها. ولكن لما نجي للواقع منلاقي إنه الأمور غير كلياً، منلاقي صراعات خلافات وبينسى كل واحد فيهن العشرة والمحبة. لذلك بآيته الكريمة ذكر قوله تعالى المودة والرحمة، فالرأف بالآخر هو مصدر لإرجاع الأمور لصوابها. الخلافات الزوجية تتفاقم وكل منهما يكيد للآخر وكل طرف يريد المزايدة على الآخر، ومنصير واقفين أمام باب مسدود مننسى العشرة والمحبة والمودة والرحمة اللي وصى فيها رب العالمين. منبلش نسمع هالعبارات: انت الغلطان، الحق عليك والحق عليك، وانت عملت وانت عملتي. متناسين اهم شيء بالحياة هو هالكائن الصغير طفلكن اللي انتو انجبتو على الحياة بكامل ارادتكن، عم يسمع هالصراعات هالاحتدام هالتنافسات والتشنجات. واخر شيء لما يطلع هالطفل غير سوي بحياته ومعقد نفسيا داخل مجتمع ما بيرحم، بيصير كل طرف يوقع اللوم على الطرف الآخر. لذلك يا أحبائي، الحياة الزوجية مش لعبة، هي مسؤولية تترتب على كلا الطرفين، واللي شايف حاله مش قد هالمسؤولية ما يقدم على الزواج بكل بساطة من الأساس، سواء كان رجل أو امرأة. بل ما تجنوا على أطفال توقعوهم ضحية أنانيتكن. الحياة الزوجية هي إكسير الحياة ومصدر مهم لبناء مجتمع سليم. فالحياة الزوجية شعلة توقدها نار المحبة وبتحملها يد المسؤولية، فهي علاقة مترابطة أبطال المرأة والرجل. فالمرأة نبع الرومانسية والحنان، والرجل مصدر القوة والأمان. فإذا عشق الزوجين واحترام وتفاهم لبعض البعض هو جذور البيت وأعمدته. لذلك قبل أن نكسر كل شيء بالخلافات، خلينا نرجع لعقولنا لصوت ضميرنا ونسترجع الذكريات الحلوة مع الآخر اللي غمرت هالحياة الزوجية. الحياة أحبائي المتابعين صدقوني أكثر مما أن نتوقع. خلينا نتقن فن الحوار مع الشريك لنعود إلى رشدنا ولنستمع لصوت الضمير، فالصراخ والعصبية لن تجدي نفعا. وبدي لكم شيء، إنه الشجار والخلافات بين الأزواج تجربة مريرة جدا، ولكن إذا تعلمنا كيف نعبر عن رأينا ونتوصل إلى نتائج مرضية للطرفين ونحترم وجهة نظر الآخر، فإن النقاشات قد تصبح مفيدة. لذا من الضروري أن يعمل الشريكان
على حل الخلافات التي تحول دون التعايش بيناتهم، وذلك من أجل الاستمرارية والتقدم في الحياة، لنتعلم كيفية الاعتذار للآخر والمسامحة والانتباه أيضا للكلمات اللي بتصدر منكم. يجب على كل من الطرفين عند تصاعد الخلافات والشجار أن ينتبه إلى كلماته ويختار بعناية، ومن الأفضل أخذ بعض الوقت للتفكير قبل ردة الفعل، ثم خوض النقاش من خلال تقديم حجج ذكية عوضا عن الصراخ. ويستحسن في هذه الحالة التركيز على وصف المشاعر حتى يتمكن الطرف الآخر من فهمك بدلا من مواصلة لومك على الأخطاء. على سبيل المثال، يمكن أن نقول للطرف الآخر: أنا بشعر بالوحدة لما بتنشغل بالرد على الهاتف، عوضا عن قول: ليش بتضلك مشغول؟ هناك ثلاث مشاكل أساسية يتناقش بشأنها الأزواج، وهي الأطفال، توزيع الأعمال المنزلية، وإدارة الأموال. ومن الضروري الوعي بتأثير هذه المواضيع الشائكة على العلاقة بين الزوجين، كما أنه التوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات السابقة مهما كان موضوعها يمكن أن يساعد الزوجين على الاستعداد للنقاشات وحل الخلافات في المستقبل. من المهم وضع قواعد وحدود لا يسمح لأي طرف بتجاوزها حتى تتم إدارة الخلافات بشكل صحيح وبحدود معقولة، مثلا الاتفاق على تأجيل الحديث إلى أن يهدأ كل طرف. وبنرجع منكرر أنه كل واحد فينا هو بطل قصته وهو المسؤول الأول عن سعادته، مثل ما بنرسم بداية سعيدة لحياتنا لنجعل النهاية أجمل من البداية بأي شيء بنقدم عليه بهالحياة. لهون منكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون نالت أعجبكم واستفدتوا معنا، و أن تبقى إن شاء الله الأفراح عامرة بدياركم بعيدا عن الخلافات والصراعات والتشنجات، على أمل أن نلاقيكم بحلقة جديدة بموضوع جديد من برنامج شو مشكلتك. معي أنا كاتيا حداد، انتظرونا كل أسبوع يوم السبت الساعة 8 بتوقيت بيروت ومصر وسوريا على فيسبوك وعبر مسايا تي في، وبأمان الله.